سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نهضر لكم على واحد لا تكنيك نخدم بها بزاف، اللي هي لا تكنيك تاع لي فرونج. شفتوها يعني شفتوها في لي ميغوار سولاي، في لي كوفا، بزاف لي برودوي تاعي اللي راهم في سواء في تيك توك ولا انستغرام، شفتو فيهم هاد الشويشه ولا هاد لي فرونج. يعني وساعدني بزاف هاد لا تكنيك هادي اللي استعملت فيها الكرسي. يعني دابيتود كنت نحط سكوتش ونلصق لو فيل هذاك باش نبداو، السكوتش تقعد تهبل فيا وتتنحى، دونك اوتيا. وعلاش ما نديرش في الكرسي؟ جاتني ليدي هذه، ربطت الخيط يعني في الكرسي وساعدتني بزاف. دونك راكم تشوفوا، تجيبوا مجموعه من الخيوط يعني تقسموها على زوج، تحطوها خلف الخيط هذاك وديروا هذاك لو نو، نعيطوا لو نو دالويت، وتخرجوا منه هذاك الفيل هذاك تاع الخيوط، مجموعه من الخيوط. يعني تو ديبون لي فرونج تاعكم كيفاش راكو حابينهم. كيما هادو باغ اكزومبل راهم موين، ما راهم رقاق ما راهم خشام بزاف. وكاين يعني وين نخدم، هي هذه التقنيه تبدا تصعب كي تكون يكونوا لي فرونج كيما تاع لي سسبونسيون باغ اكزومبل. انا وريت لكم هذه، يعني كملتها، يعني هاي اللي كاني نحيتها، ومن بعد نروح ندي هاد لي فرونج. اذا كان في لي كوفا باغ اكزومبل راح نخيطهم، بيان سور ما نحبش نستعمل السيليكون في لي كوفا، نخيطهم مليح توجور بالخيط تاع الرافيه. واذا كان في لي ميغوار سولاي باغ اكزومبل هايليك، يعني راح نلصقهم بالسيليكون، وبصح دون فاصون وين السيليكون ما يبانش كامل. يعني ردوا بالكم برك في لي فينيسيون تاعكم، باسكو السيليكون هذاك الاخرج راح يخسر لكم كامل الروندو تاعكم. شوفوا هادو سي ان بو بلو زيبي على الاولين. فوالا هادوك تاع لي سسبونسيون لي شفتوهم، وليك لو كوفا تاعي كيما قلت لكم كي نكمل لي فرونج هذا يرفد بزاف لي فرونج. من بعد نخيط كامل لو كونتور تاع الكوفه هاي ليك. فوالا قلت لكم ميم في لي سسبونسيون تاني، يعني في كل مره نستعملوه في برودوي كيما هادو تاني، ديكوراسيون مورال ستيل بوهيم. فوالا كاين هادوك لي بوتي بو اللي شفتوهم، هادو شفتوهم معايا تاني، يكونوا نديرو فيهم لي بوجي ولا يكونوا تاع الميك اب ولا واش تحبوا. هاد لي باني تاني فرونجي بالودعه. فوالا وكاين هذا النوع اخر تاع لي فرونج، هذا لا نخدمو يعني كي نكون نخدم في لو سيت ولا السوفير. فوالا فوالا، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا بوتيت ايدي لي بارطاجيتها معكم.